الرحمن الرحيم. شكرا للمنصة الكريمة، أخويا الكبير دكتور عاطف القر، شكرا جزيلا دكتور محمد مصطفى على دعوته الكريمة. والحقيقة أنا دايما حقيقة أحب أقول إن أنا بشرف بانتمائي إلى جامعة أسيوط، الجامعة العريقة على مستوى الجمهورية والجامعة الأم لجامعات الصعيد، اللي خريجيها هم اللي بيقودوا الصحة في كل الصعيد حاليا. والحقيقة انتماء جامعة أسيوط مش بس انتماء للمكان والمباني، إنما انتماء للمدرسة العلمية اللي عملتها جامعة أسيوط على مدار السنين الطويلة اللي فاتت، سواء كان أساتذتنا كبار درسونا أو الزملاء الأعزاء اللي هم أجيالي والأجيال اللي بعديها اللي تعاملنا معاهم عن قرب والأصبحوا أعلام في مجالات مختلفة. وأخص طبعا بالذكر قسم الصدر، وأنا من الحقيقة من زمان وأنا نايب ومدرس مساعد في أسيوط كان دايما كان اهتمامي جدا مع الشيست إيميجينج ومع زمايلي في الدفعات القريبة، طبعا زميلي وأخي العزيز الدكتور رأفت سكري اللي احنا كنا زمايل دفعة، وسواء الأجيال اللي قبلية زي الدكتور عاطف والأجيال اللي بعدين، الحقيقة كنا بنستمتع جدا بأن احنا بالنقاشات وأن احنا نكون متواجدين مع بعض. الحقيقة بشكركم على الدعوة مرة تانية. أنا خليت المحاضرة الحقيقة يعني كده إيه انتراكتف، بنعرض حالات وبنشوف احنا المشكلة اللي كانت معانا وإزاي احنا بنبص على الحالات دي مع بعضينا عشان نوصل للفاينل دايجنوز. The first case أنا 47 years old man with chronic cough. هنا شيست اكس راي كانت انتربريتد بالراديولوجيست على انها نورمال. انما كلام ايه البنولوجيست ما عجبوش الكلام ده، وده بتحصل كتير يا جماعه. العيان فيه مشكله واحنا الايمجنج كده يعني ايه في حاجه ناقصه، وده حقيقه ده نقطه مهمه جدا ان احنا لازم يكون في دايركت كونتاكت بيننا وبين الكلينيشن في حالات كتيره جدا خاصه حالات البروبلماتيك. ده دي شيست اكس راي اللي موجوده. بصوا الانتيرو لاترال، هل حد يقدر يقول ان فيه ابنورماليتي ولا لا؟ الشيست دوت زي ما قالوا حد يحب يقول، ولا ان حد شايف ان الشيست دي فعلا نورمال ولا ابنورمال؟ الملاحظ هنا لانج كبير وكل حاجه ان احنا في براتراكيال شادو هنا موجود، يمكن يكون فينت هنا بس اقول عليه. هل ده في رايت ابر لانج ليجن ولا ميدسان ليجن ولا اذر وايز؟ هنا في فعلا الابنورماليتي عباره عن ممكن نقول عليه وايد ميدستاينم، ممكن نقول عليه رايت باراتراكيال شادو، ويمكن هنا فينت اوت لاترال فيو. نوري بقى ايه الكونسيبت بتاع الايه الباراتراكيال ستريب، وده اللي خلينا قلنا ان دي ابنورمال. هنا في لاين موجود ما بين اللوسنسي اوف ذا لانج واللوسنسي اوف ذا تراكيال وود، الاريال سبيس دي من 4 ل 5 مللي، لما بيزيد زي ما هنا بقى كده ما عندنا باثولوجي. كده بقى العيان ده انديكيتد ان احنا نعمل فيرذر ايفالويشن. احنا لو ما لقطناهوش في البلين اكس ري شيست ممكن عندنا ما يتعملوش حاجه فيرذر الا لو كان كلينيكال بقى في حاجات. هنا طبعا حبينا نحط الشيست اكس راي قدام السي تي ده الكورونال سي تي على بالمونري ويندو وعلى الليفل بتاع التراكيه والميمبرونكاي، وادي الشادو اللي هو بارا تراكيال على البالمونري ويندو. احنا ما نقدرش نقيم الدنس بتاعته غير لما بنشوفه في الميداسان ويندو. هنا طبعا عشان الحاله اتعملت وزود كونتراست وده برده مش كويس، لابد ان احنا طالما اتشاف البرا التراكيال شادو كان لازم ندي كونتراست فروم ذا ستارت، لان احنا عايزين نشوف الفيسلز من السراوندنج، وده مهم جدا. احنا الشيست لو احنا بنعمل على عشان نشوف جاست لانج بارينكما يبقى ممكن النان كونتراست كفايه، لكن لو احنا هنشوف حاجه ميداستاينا او اذروايز لابد ان احنا ندي انترافينس كونتراست. هنا الاكزيال
سيتي لقينا ان حتى التراكيه هنا فلاتنت، وده هنا دي سوفت تيشو دينستي ليجن كبيره هنا، فدي باره تراكيه لنف نود. لما نزلنا هنا على الليفل دوا هنا هنا ده الاسندنج اورطه، ده الديسندنج اورطه، ده هنا السوبريفينا كيفا، ده جزء من البلمونري طبعا عشان احنا نزود كونتراست. المنطقه دي اسمها اورتو بلمونري ويندو، ودي مكان لنف نود. نورمالي تبقى لوسنت زي كده عشان فيها فات، مجرد انها اتملت بالسوفت تيشو كده يبقى ده اورتو بلمونري ويندو لنف نود. يبقى احنا في النهايه العيان دوا لما بنلاقي النودال انلارجمنت هتخش في الديفرنشال دايجنوز بتاع نودال انلارجمنت. الليمفوما بتتحط كفيرست ديفرنشال دايجنوزس لان النودال ديزيز بالكي والانفولفمنت اوف ذا اورتو بالمونر ويندو ده يقول اكتر مع الليمفوما. وطبعا هنا البيوبسي مهم. في عندنا انذر كيس، عندنا دي فيميل 42 ويرز اولد وعندها جاي فيفر وكف، واحيانا بيبقى السيمتوماتولوجي قليل جدا عند العيان. هنا شيست اكس راي دي برضو انتربريتد از نورمال. حد يقدر يقول الشيست اكس راي دي نورمال ولا ابنورمال؟ حد من الشباب يقول يعني كلمه؟ بس احنا مش امتحان يعني، احنا مجرد ديسكشن. تمام، برافو. تمام، يبقى الهايلر شادوز هنا بروميننت. تمام، هنا اللاترال فيو ممكن يقول لنا ان هو ده مكان الهايلم. انا جبت بقى هنا نورمال شيست اكس راي عشان نعرف الفرق، وده من الحاجات اللي بيسموها الهيدن ارياز اللي ممكن تبقى مزدم مننا في الشيست انتربريتيشن، وخلينا ما نكملش مع العين تاني ونبقى كده العين مزدم مننا. ادي الهايلم البروميننت، وادي هنا النورمال هايلم، ويورينا قوي الفرق. ودي الحاجات التريفيال فايندينجز اللي ممكن تعدي اثناء الروتين اكزامينيشن. هنا طبعا العيان كان فيه هنا شادو، كان ممكن ده هو اللي خد العين مننا كلنا، قعدنا نقول ان ده فيه هنا لينر شادو، وهل ده حاجه انفلاماتوري، وسبنا او نسينا الهايلر شادوز. فاصبحت احنا عندنا هايلر شادوز موجودين، وهنا حاجه لينر شادو. حطينا بقى هنا بقى السي تي كورونال، الكورونال يمثل البصر انتيريو فيو، وادي الهايلر شادوز هنا موجودين هنا، وهنشوف بعد كده في الميدسان الويندو ان هنا كل دي ليجنز موجوده، ودول عباره عن لينف نودز. ده هنا بالموري ارتري. ادي بقى الميدسان الويندو في الكورونال فيو. مهم جدا على فكره في الانتربريتيشن اوف سي تي شيست لازم نشوف الثري فيوز، الاكزيال والكورونال والساجيتال. الساجيتال يمثل اللاترال فيو فروم ليفت تو رايت على طبعا على سيكشنز، والكورونال يمثل بصر انتيريو فيو. لابد من ان احنا نقارن الثلاثه ببعض، ودي ميزه جدا عملها السي تي الجديد بقى من في مثلا في العشر سنين اللي فاتوا لما دخلنا في المالتي سلايس سي تي، واصبح بنعمل ريكونستراكشن مباشره على الجهاز. كنا زمان الناس اللي واخده بتكسل تبص على الاجزل وتسيب الحلقه، لازم تبقى حاجات مزد مننا. مهم جدا ده في الاناتومي خاصه في حاجه زي الشيست. هنا ادي دي سب كارينا الليمف نود، دول الهايلر الليمف نودز، هنا الهايلر الليمف نودز. تمام، ده هنا جزء من الاورطه، وهنا البالمونري ارتري. ده هنا كمان في حاجه رايت باراتراكيال كمان، وادي بقيه الايه البريفاسكولار الليمف نودز. فدي طيب، ادي هنا في الاكزيال فوق باينين الهايلر الليمف نود، وادي الباراتراكيال الليمف نود. دواء السودوري فينا كيفا، وهنا الأورطة الأرش بتاع الأورطة جزء منه. فدولة ملتبل نودل اللارجمنت، ندخل في الديفرنشال دياجنوزز بتاع النودل اللارجمنت. هل احنا على فكرة الشادو ده في الآخر هو باين في الستي، ممكن نقول أتلكتسيز، ممكن نقول عليها حاجة أولد، مش هي دي اللي هي سبب الأساسي إن احنا نبص عليه. العيان دوتي نقول فيه يبقى هل ده لمفوما ولا نقول اذروايز؟ مقارنه بالعين اللي فات عندنا سيمتريكال انفولفمنت اوف ذا هايلر لينف نودز بالاضافه لباراتراكيال وسبكارينال اكتر مع الساركيدوزيس او الساركويد عن انها تكون لمفوما. والساركويدوز من الحاجات اللي هي بروبلماتيك في تشخيصها، طبعا الجزء الكلينيكال والجزء اللاب مهم جدا، لكن الراديولوجي ممكن نحسمها لو احنا شفنا الفايندنجز الكلاسيك دي.
اللي هما سيمتريكال نودال انلارجمنت وبقيه. كان فاينل دياجنوز بتاع الحاله دي كان ساركويدوزيس. عندنا الكيس دي عندنا 77 يير اولد مان كاف وفيفر. المهم البيشنت جاي احنا بص الانتيريور ولاترال فيو، لازم لاترال فيو على فكره مانداتوري واحنا بنعمل شيست اكس راي، واحيانا احنا لو العيان طلع فيه فايندنج بنكمله لاترال لوحده حتى لو مش مطلوب له عشان نقدر نعرف احنا فين. حد يقدر يقول البيشنت ده تبص الانتيريور لاترال هل في حاجه ابنورمال ولا لا؟ انه برضه الاكس راي فيها ديسيفنج كتير، بس لازم احنا نمسك سيستماتيكالي واحنا بنبص على شيست اكس راي عشان نقدر نوصل لحاجه. هنا انا شايف البص الانتيريور فيو ما اقدرش اقول فيه حاجه، انما احنا ظهرت حاجه هنا في اللور لوب ده غالبا الليفت لاترال وقريبه من ده فريم، الدنس بتاعتها مش هوموجينس. البيشنت ده بناء على المنظر ده وانه جاب فيفر اعتبروه نمونيا واخد تريتمنت. العيان ايه نو امبروفمنت كده، احنا لازم نعمل سي تي. السي تي بقى ايه؟ حطينا السجتال زي اللاترال فيو. الليجن ده فوجئنا بيه دينستي مختلفه خالص. الدينستي دي على فكره كاركترستيك شكلها زي الاير، انما احنا السي تي بنقيس برضه بما يسمى بالهانس فيلد يونتس، بنقيس بيه بدي بعض الكاركترايزيشن بعض التيشوز. الدينستي دي طلعت فات. الفات بيدي ماينس ميجرمنتس بس مش زي الاير، اير يدي ماينس الافات انما ده يدي ماينس متينات مثلا. فدي طلعت فاتي ليجن على السي تي. انا شفت المنظر هنا طبعا ممكن يبقى في البلمونري وحده متخم فيها، ونقول برضه نرجع تاني نقول دي اوباسيتي ونحكي في انفلاماتوري وكلام زي كده. انا برضه حاطين لسه البلين فيلم في نفس الحته ونشوف الولدي الماركيشن بتاعها واضح. هنا بقى الكورونال دي الفات دينستي لايك ذا ابدومينال فات، ويمكن في ديفكت هنا صغير في الدافريم هنا في الاكزيال فيو. دي انسيدنتال فايندينج في عيان جاي بالصدفه ان هو بيشتكي، انما دي بتبقى اسمها مورجاجني هيرنيا. مورجاجني هيرنيا مفترض بتشخص في الاطفال طبعا، بتبقى ديفكت كبير والانتستين كلها فوق، انما ممكن في حاله زي كده الخلايا بقت ليت في الدياجنوزز انه طلع الفات بس مفيش انتستين، الاومنتال فات هو اللي عطى المنظر ده. عندنا كنا بنحفظهم الكونجينيتال هيرنياز بي بوجدالك ومورجاجني اللي هي انتيريور، وده دي الايه وده الكونتنت بتاعها الاومنتال فيت. عندنا بيشنت 55 ييرز اولد وجاي بكف. في اللي فات احنا كنا ايه بصينا على الحاجات الهيدن، يعني اللي هو الليمف نودز والهايلر وكلام زي كده. حاله زي كده احنا عندنا بقى ايه لانج في لانج اوباسيتي. احنا بنستخدم عشان يبقى في كومن لانجوج بيننا وبين بعضينا، الشيست بيبقى ديسكرايبد ان ديفينيت تيرمز، دي كونسوليديشن ولا نديول ولا ماس، يعني ايه لازم يكون في ديفينيت او انترستيشيال ولا نودولر. دول حاجات في الراديولوجي كل واحده منهم وايد رينج اوف ديفرنشال دياجنوستس. فاحنا عندنا نقول على دي لارج نديول مثلا، تمام، موجوده فين؟ رايت ابر لانج زون، ما عندناش لسه ليبس. لقيت اللانج هنكتبين احنا مش شايفين فيها حاجه، هنقول ايه؟ احنا ممكن بقى بالمنظر ده نقول ديفرنشال دياجنوستس بان ابر او ايبيكال تبقى تي بي. طب هل دي بناين؟ لو مش تي بي هل بناين ليجن؟ هل دي مالجننت ليجن؟ هنا بقى العامل الحاسم في هذه القضيه الاسوشيتد فايندنجز، لازم نبص على الحاجات اللي جنبيها. في الاريا دي ده في ريب هنا مش موجوده، ريب هنا في ريب اللي فيها والريب اللي تحتيها. واحنا عندنا في الراديولوجي مهم جدا التو سايدز، نقارن التو سايدز. لو شفنا الناحيه الثانيه وهنلاقي الريب كده مشيتها من عندي هنا، الريب الثانيه اللي تماثلها موجوده هنا مش موجوده، يبقى الريب دي اورودت. يبقى احنا مش مع جاست سمبل بالمونري كونسوليديشن او تي بي او كده، احنا مع مالجننت ليجن. يبقى ساعتها احنا لما هنعمل سي تي هنلاقي فيه لانج ماس
وايد بلورال بيز ريب ديستراكشن فيها تمام. وقفة دي احنا نعمل ليجنتيجن دي على طول على بايوبسي، سواء كان بانك ستيومر او انها تكون اصلا بلو، صعب تكون بلورا ان كان بقى معاها فيوجن، فديتي لانج ماس ومعاها ريب ديستراكشن. احنا لسه من قريب يعني انا اقول لكم ازاي العيان بيلففنا كلنا حوالين بعضنا. انا جاي لي عيان من دكتور صدر، اسف من دكتور عظام، بيقول لي ان هو واقع والضلوع بتاعته وجعاه، وطالب له الغريب انه طالب لي ام ار، يعني ايه ام ار في منطقه الضلوع والشيست ده. حيلت عليه وقلت له طب نعمل له شيست زي بعضه، عملنا له شيست الاكس ري، رحت عملت له ده لازم اكس ري شيست، لقيت فراكشر ريب، باين ان فراكشر ريب. بنعمل سي تي بوند ستراكشر محترم ولانج ماس. طب العيان دلوقتي ما كحش دم مثلا ولا سخن ولا تعبته حاجه، رايح لدكتور العظام بيقول له ده انا وقعت فالضلع دي وجعاني، فالعيان بيحاول تو ديناي او ينسب سمت معينه لحاجه تاني، وكان من ساعه ما وقع بيه هو بقى كده، فيبدا يلففنا احنا حوالين بعضينا. احنا مهم جدا ان احنا نمشي على البيزك يعني انتربريتيشنز عشان ما نتوهش مع العيان. انذر كيس 50 years old man برضه كافو ديسنيا، يعني الحقيقه السيمتومز في الشيست قليله قوي يعني الكلينيكال بتاعها. هنا بقى ايه عايز وقفه. احنا عندنا هنا ممكن نقول عليها تمام، هنقول كولابس ليه؟ احنا لما نيجي نوصف الراديولوجي نقول اوبيك هيميثوركس تمام، احنا بنقول كده في الراديولوجي. طيب اوبيك هيميثوركس دي تحتمل الكولابس زي ما حضرتك قلت، تحتمل لوبر نمونيا، تحتمل افيوجن، الكلام اللي هو البيزك يعني ديسكريبشنز. طيب ايه اللي خلينا نقول ان ايه العلامات الثانيه المصاحبه اللي خلينا نقدر نقول حكايه كولابس دي؟ نعم انا رايي ان ايه دايما الكراودنج اوف ذا ريبس ده ممكن نحتفظ بيه كاخر حاجه، دايما نشوف الاول الشيفت تمام بالظبط كده. في علامه مهمه جدا هنا في الحاله دي، الدافريم اللي احنا ما بنبصش عليه، الليفت كوبلا اوف دافريم هاير ذان رايت، وده اجينست نورمال، مفترض ان الرايت اعلى من الليفت بوان سبيس، يبقى دي الليفيتد. فدي الليفيتد دي معناها اما باراليتيك يا اما يعني نيجاتيف ماس افكت. الحاجه الثانيه فين الميدستانال ويندو، الميدستانال بوردر زي اسف. انا عندنا ممكن نقول وريف ظهرت هارت احنا مش شايفينه اصلا. فالرايت سايد رايت كاردياك بوردر عندنا هنا الرايت اتريوم بياخد تلت بعض الاسباين، بنحط خط في النص هنا تلت وهنا تلتين، هنا الرايت اتريوم وهنا ليفت فينتريكل. التلت ده مش موجود، ده تقريبا الميدستانال اتكشف وقادرين نشوف الايه المارجن بتاع الاسباين، يبقى ده مع شيفت. يبقى احنا عندنا هنا علامات ميدستانال شيفت، يبقى احنا كده معانا فوليوم ريدكشن. طيب which is affected، لما نبدا بقى نقول which is affected نرجع على حاجه تانية ما تسمى بالسلوت سايد. السلوت سايد بنبص احنا بنحاول يعني ايه نستنزف البص الانتير فيو عشان نعرف بعد كده احنا هنشوف ايه تاني. السلوت سايد ده هو بيوصف عباره عن بالمونري اوباسيتي ان ريليشن تو ادجيسنت ميدياستينم اور ديافريم مثلا او كاردياك بوردرز. فالقاعده بتقول انه لو الاوباسيتي على نفس الليفل بتاعه الكاردياك بوردر او الميدياستينم هتقفلها تعمل تبقى بوزيتيف سلويت ما تشوفهاش منها تمام، لو مش معاها هتبان من خلالها. هنا الديافريم باين ده نيجاتيف سلويت، يبقى دي مش لور لوب، الديافريم دايما على اللور لوب. طيب فين الليفت كاردياك بوردر؟ مش شايفينه، يبقى ده في بوزيتيف سلويت مع الليفت كاردياك بوردر. طب نطلع لفوق، اللي فوق دي ايه؟ الاورتك نكل تمام. الاورتك نكل باينه ولا مش باينه؟ باينه، يبقى نيجاتيف سلويت. طب اللي خلاها هنا نيجاتيف سلويت ايه؟ نتوقع فين؟ قدام ولا ورا؟ احنا لسه ما قلناش دوب انتيرو ولا بوستيرو. الاورتك نكل ذا اونلي استراكشر لاينج بوستيروري ودون ذا ميدياستينم، يعني كاردياك بوردرز كلهم ليفت ورايت كاردياك بوردرز كلهم انتيرور اكسبت ذا اورتك نكل،
the posterior part of the aortic arch. إذن لما يكون الأوباسيتي مش عاملة سلوت معها الأوباسيتي تبقى anterior لأن دي بوسير. طيب بعد هذا الكلام نروح احنا عاملين ايه بين ما هي احنا قلنا بين نكل يبقى كده نيجاتيف سلويت معناه ايه ان الاوباسيتي مش على نفس الليفل بتاعها يبقى انتيريور فهمت القصه دي لو الاوباسيتي قافله الاورتيك نكل مش شايفها يبقى الاوباسيتي دي بوستيريور ان الهارت عشان انتيريور فالاوباسيتي قافله لا احنا بنتكلم على لانج خلي بالك سلويت ساين ديسكرايبنج لانج ليجن لانج اوباسيتي ان ريليشن تو الادجيسنت ميداستاينم كاردياك بوردرز اور ديفريم بنعرف منها الاوباسيتي دي اللي مش عارفين احنا قدام ولا ورا عشان نعرف منها سيجمنت الاناتومي بعد كده وهنفاجئ بقى ايه اما نيجي في لاترال فيو هنتوقع منه اللي احنا شفناه يبقى الاوباسيتي دي كلها انتيريور الاوباسيتي كلها انتيريور واخده ليفت كاردياك بوردر ومش قافله الاورتيك نكل اللي هي بوستيريور احنا طبعا ايه قلنا الديفرنشال دياجنوز اللي هو محتمل للثلاث حاجات دول وقلنا السلوت ساين وحكينا فيها ادي اللاترال فيو اللاترال فيو رسم لنا مروحه دنيا مفاجاه ده الليفت اللور لوب جبل الجليد الغاطس ده ورا كله زي ما قلنا توقعنا ان مش لور لوب هايبر انفليتد لدرجه ان الايبكس بتاعته فوق قرب الابر لوب الاوباسيتي هنا واخده فين بقى سيجمنتال يعني واخده فين قولي لي انت بقى انهي لوبس كده في الليفت احنا في الليفت لانك الجزء اللي على الهارت دي اللينجولا واللي فوق ده الابر لوب بس الابر لوب عشان قلنا كولابس فالفيشر الفيشر مشي ده الاوبليك فيشر عمل ازاي مروحه كده اذا احنا عندنا كولابس اوف ليفت ابر لوب اند لينجولا ليه الاثنين مع بعض هنا لانهم اللي هو برونكس فلما تتقفل البرونكس بتاعتهم هيبقوا مع بعضيهم اوبيك طالما شفنا هذا الكلام جري على سي تي ان كده في برونكيال اوبستراكشن طالما في سيجمنتال اوباسيتي حتى الابروكوجرام راح منها خلاص بقى ابزوربد يبقى اجري على سي تي انا كده بقيت متوقع ان انا عندي ليجن في الليفت ابر لوب برونكس مفيش كلام انا بعمل سي تي بقى من الاول ويز كونتراست وبدور على الحته دي ادي ايه السيجمنتال كونسوليديشن بقايا الابروكوجرام باينه تمام الاندوبرونكيال ليجن اهي الاندوبرونكيال ماس اهي الاندوبرونكيال ماس اهي طبعا ده على برونكوسكوبي دي برونكوجينيك كارسينوما وده الايه البرزنتيشن كتير بتاعها تيك كير اوف ذا سيجمنتال اوباسيتي وما نعتمدش عليها في البوستر انتيريور فيو بس البوستر انتيريور فيو بيدينا سسبشن عشان اكمل لاترال فيو الاول امشي بيزك واقلب بعد كده سي تي ابقى عارف انا بدور على ايه فدي طبعا اندوبرونكيال ماس في الليفت ابر برونكاس وده البرزنتيشن الغريب ولو رجعنا تاني الاوباسيتي كانت لوسنت مش دنس قوي المرات الكولابس لوب بيبقى دنس لان اللور لوب جاي وراها مصورين ورا بعض زي ما شفنا في اللاترال فيو رجعنا تاني
بتبقى دايليتد، ودي بيجي مع غير الاكاليزيا، ممكن يجي برضو مع يعني مع بعض الروماتولوجيك ديزيز، ممكن يبقى فيها ديسفانكشن الاوسوفيجس يبقى دايليتد، وممكن يجي بالايه بالبارامد ستاينر شادو اللي هي المفاجاه اللي احنا شفناها دي. ده بيشنت وده بيجي كتير احيانا، 60 سنه جاي بري اوبراتيف فيتس عادي، لقينا المنظر ده تمام. ده اورطه ماشي، اسندنج اورطه مفيش مشاكل. ده بدل ما قبل ما ندخل العيان في حاجه ثانيه، حد يقدر يقول سجيشن؟ هل ده لور لوب اوباسيتي ولا نقول ده الليفيتد كوبولا ديافرام؟ انا شايف ان دي الليفيتد كوبولا ديافرام ودي الاستومك سحبها تحت. لما جينا في اللاترال فيو لقيناها حاجه هي ماشيه كلها اهي، ودي الاستومك. طبعا ممكن يدينا احساس ان ده ابس، عين كان جاي جاست فور فيتنس، والعين ده ما تسمى بالايفنتريشن اوف ديافرام. الايفنتريشن اوف ديافرام دايما لفت، نادر ما يبقى رايت، ويبقى اول ذا فريم اليفيتد هوموجينسلي مع بعضيه، وبنعرفه من الليفت من الايه من الجاستريك جاز بابل اللي هي دي، مش عاطيه المنظر بتاع الفلويد ليفل. وده بيبقى انسيدنتال في عينين كتير على فكره، ما احنا ما احتاجناش نعمل له حاجه فيرم. يبقى الليفيتد ذا فريم عموما الليفيشن كونجينيتال مثلا زي الافنتريشن اشهرهم، وبيجي ده ممكن يبرزنت في سن كبير ان العيان مش بيشتكي من حاجه اصلا، تروماتيك يبقى باراليتيك او انتر ابدومينال ليجن زقه ديافرام فوق. عندنا حاجه تاني زي كده نفس الحكايه بالظبط، هل دي اوباسيتي ولا ده الليفيتد كوبولا في ديافرام؟ هنا تنقصنا حاجه عن الافنتريشن، ان انا مش شايف هنا جاستريك ايه بابل تمام. فالعين دوا عايز يمكن اقول لكم ان انا عامله وانا ايام كنت بدرس مساعد وما كانش عندنا لسه الفاسيلتيز الكتير، انما كنا بنقرا البيزك يعني. كنا بنعمل فحص بسيط جدا اسمه لاترال ديكيوبيتس فيل، بنلاقي من عين على جنبه ونصوره اي بي، ده سحبت لفوق بقت رايزنج تو ذا اكزيلا، فده نوع من انواع ما يسمى بالانسيستد افيوجن، صب المونري افيوجن. يجي شكل ماس، يجي طبعا ما عندناش البرونكوجرام، ما عندناش حاجات كتيره، الدافرام مش شايفينه، لان هي ريليتد الدافرام ما بين اللنج اللي هي الفيتد وما بين الدافرام، فالدافرام اوبليتريتد خالص، مش شايفين الدافرام خالص، مش هو ده الدافرام، فده كانه سودو الفيشن. فببساطه الفحص البسيط ده قال لنا ان ده افيوجن، ولما نيمناه طبعا في ادهيجن بينام على جنبه، الافيوجن سرح، فبيدخل في ما يسمى الانسيستد بلو افيوجن. ودي على فكره من ضمن الدياجنوستيك دايليما اللي بتيجي الانسيستد افيوجن ده، خاصه الفيشر افيوجن، وبنشوف في عين الكاردياك احيانا، يمكن عشان العين بيبقى في العنايه وممكن يتعمل له شيست او ما يتعملوش. انما لو بيجي بيسموها فانشنج تيومر، بتتشخص عنها على انها ماس، لانها بتبقى جايه ان ذا كورس اوف ذا فيشر، سواء كان ترانسفيرس فيشر او اوبليك فيشر. لازم يعني السي تي طبعا بيحلها بالاس دينسي او لاترال فيو يوريك ان دي ماشيه جوه الفيشر، السي تي طبعا هيحلها دلوقتي. واذر تايب اوف انسيستد افيوجن اللي هو الصب المونري افيوجن زي اللي احنا شفناه، اللاميلر ده اللي هو بيطلع جنب الشيست وول لفوق، لازم يبقى فيه ادهيجنز في السحب لفوق، او يبقى جينست شيست وول ويبان كانه اكسر بالمونر ليجن وايد بيس. هنا عندنا ادي فيميل ودايت بي كف كرونيك كف تمام، العينه مش قايله اي حاجه، وده المنظر اللي احنا شايفينه. نوصف نقول ايه فيها دي، احنا مش هنشخص، احنا بالاول بنقول فايندينج وبعد كده نبدا ندور وراه. ده الراديولوجي نقول عليها ايه؟ نودل شادو
multiple bilateral, multiple nodules, nodules variable sized من بين هنا ومن بين السايز والسمول سايز، واخده كل ده، كل دي نودولز، كل دي نودولز. طيب يبقى ندخل في الديفرنشال دياجنوزز بتاع مالتيبل بالمونري نودولز، ما لسته طويله عريضه ما تخلص. ميلاري تي بي، ساركويد، باستسيس، فانجل انفكشن، وهكذا. هنا بقى لما نرجع نبص على اذر فايندينجز تساعدنا العين ده ممكن وممكن يتحل بعد حياته، وفي الغالب ممكن ما يتحلش، لكن احنا لابد ان نتمسك بكل حاجه ممكن تحلنا. هنا انا اسالكم سؤال، فين التراكيه؟ اهو. طب ده ايه دواء؟ ثايرويد، ريتروسترنال ثايرويد. طب ريتروسترنال ثايرويد المناعه تكون مالجننت وعاطيه. على فكره من الحاجات اللي هي كاركترستيك للثايرويد ميتاستاسيس ان تبقى ميلاري ميتاستاسيس، وتيجي شكلها زي الميلاري تي بي بالظبط، من الحاجات اللي هي ليها بيسموها سبيسيفيك باتن اوف ميتاستاسيس. لو احنا جينا هنا ادي التراكيه شيفتد ب ريترو استيرنال جويتر دي تراسيك انلت، كان ده في حاجه ثانيه مهمه جدا، ده الكلافيك المكسوره. ده التراكيه، وادي ده باثولوجيكال تراكشن. زي الثايرويد ما هتدي لانج بتدي بون فيري فريكوينت، ودايما بتعمل كل الاود ميتاستاسيس بتيجي بالثايرويد. يعني في احنا عندنا ترم اسمه اود ميتاستاسيس، الثايرويد والرينا الاثنين يدوا الاود ميتاستاسيس، اكسبانسايل ميتاستاسيس تبقى في الثايرويد. في اي حته تاني زي ما انت شايف المكان مش كومن قوي، لو بصينا هنلاقي ممكن نقول بقيه الـ هنا مثلا الهومرس ممكن يبقى فيها حاجه هنا ليتك ليجن هنا. هذا طبعا بيتعمل له بعد كربون سكان، انما احنا خدنا من بلين اكس ري شيست امبريشن عن العيان عشان لما ندخله بقى يعمل بالمره بقى ايه، نبقى احنا عارفين احنا بنجهزه لايه. هنرجع تاني بقى دي كده مثلا، احنا طبعا ممكن نيجي اطفال بيكشفوا عند الشيست، ونرجع لنفس الفكره اللي احنا كنا قلناها قبل كده، ورز ابنورماليتي. عندنا ده طفل يعني مثلا 5-6 سنين، حد شايف حاجه ابنورمال هنا؟ او نقول فين مكانها، فين رايت ولا ليفت؟ هل في حاجه تاني؟ حد قال؟ طيب انا شايف الحته دي ابنورمال، مش كده؟ في فينتو بس. نرجع تاني عشان برضو الساينز تبقى خطيره جدا، في ساين اوف شيفت، الكوبل اوف ديفرام اعلى من الرايت، اللانج فوليوم هنا اقل من ده سبجكتيفلي، الهارت ممكن يبقى سلايتلي شيفت. احنا بنعمل لاترال فيو طبعا، بنقعد احنا نشوف احنا الايه احنا كنا بنتكلم فيه. لاترال فيو مثلث اترسم، مثلث اترسم هنا، يبقى فين دي اللينجولم، ده سيجمنتال كولابس اوف ذا لينجولم، ودي من اخطر المشاكل اللي بنواجهها في حكايه الفروم بودي في الاطفال. الطفل بيقعد يلف شهر وشهور بريكارنت شيست انفكشن وهويزي شيست، ومحدش عارف ان دوا في فروم بودي، ونستنى لما نعمل سي تي بقى ونعمل برونكوسكوبي. بتيجي منين؟ ان انت لما بتعمل له اول مره اكس ري شيست ما بيشكوش فيه الاوباسيتي، يعتبرها ده نمونيا ياخد علاج، لكن لما بنبص عليها كويس ونعمل اللاترال معانا على اي وضع هنلاقي انه فعلا الليجن هنا في ليجن شور، وان عامله فوليوم ريدكشن، وان احنا ايه احنا عندنا في الرايت سايد اللي بيجي فوق الهارت الميدل لوب بيسموه دي لوب سندروم، وفي الليفت سايد اللينجولا. ولو رجعنا تاني للشيست اكس راي هنلاقي ان هي يمكن عامله فينت سيلويت مع الهارت عشان هي مش كومبليتلي اوباسيفايد، ومش عامله مع الدفريم، ودايما بتيجي مع الليفت كاردياك بوردر دي اللينجولا، اللي مع الرايت كاردياك بوردر هنا ده الميدل لوب، الاثنين قدام بعض. فدي كولابس لينجولا كولابس لانه بفورم بودي، وكده بالسي تي والحاجات اللي بنعملها في السي تي بقى والفيرشال برونكوسكوبي دلوقتي والمنب والميب والكلام ده كله بيشوف الفورم بودي قبل ما يدخل على برونكوسكوبي.
احنا لو لا لو الوقت كده احنا ننقل العاديه ولا خلاص الوقت قرب. هنا ده يمكن انا عيان خدته عملت له بلين بعد ما كان عمل السي تي عندي انا هنا بره من السان شادو، ويمكن انا معيش اللاترال بتاعه و عامل نيجاتيف سيلوت مع الهارت وهوموجينس قوي، يبقى انا متوقع ان الليجن ده بوستيرور مش انتيريور. هل ده من الهايلم ولا ده بالمونري ليجن اصلا ولا ميدستانال ليجن؟ ما قدرناش نحل. هنا السي تي اتعمل السي تي، مهم جدا زي ما بقول لكم لازم نشوف الريكونستراكشن. ادي السيجيتال فيو في ليجن كبير قوي هنا جاي بوستيرور، ده اكد ان السيلوت ساين شغاله. وادي هنا في الليفت سايد في شويه اير في الوسط. هنا رجعنا مرجعنا لللاترال فيو تاني بتاعه عشان نقول ان هو المنظر هنا اهو ويل ديماركيتد وايد بلورال بيز. ده اكسر بابون ريليشن وحطينا جنبه بس احنا السي تي عشان نقارنه. كان فيها يمكن اللاترال ميداستانال ويندو ده اللي انا كنت عايزه. هنا واضحه قوي اللي هو الدينستي المارجن بتاعها وهو ودوا انسيستد بلورال فيوجن او امبايما اجينست البوستيرور شيست وول. وهنا لو في الاجزيه لوحدي مش هنقدر ناخد قرار. مهم جدا بنشوف اللاترال فيو اللي هو يمثل اللاترال فيو، وزي ما تتطابق على القواعد الاكسر بالمونري زي ما احنا شفناه بس ده كبير خالص. ده وقال لي يمكن دي لاست كيس. عندنا واحد صغير 25 سنه وجاي يعمل بروتين شيست اكس راي مش حاجه، واحنا كان جبت شويه حاجات بتتكرر معانا وبنقع فيها بس عشان خاطر ايه ده كانه مثلا كويس في الاخر يعني. هل نقول ايه بقى؟ لا السيروت فين؟ احنا تركيه اهو مش مزقوق، لا لازم تزق. والوادي وادي الايه السوفتش هنا كبير ما فيهوش حاجه. نقول ابر رايت ابر لانج لوب اوباسيتي ماشي، بس لازم نرجع مرجعنا تاني للطريقه بتاعتنا ان احنا ولدي ماركيتد ولدي ماركيتد كونفكس مارجن فيسنج ناحيه اللانج والهايلو. طيب نعمل لها لاترال فيو وبعدين نرجع تاني لل هل دي بالمونري ايبيكال بالمونري ماس ولا بلورال ماس ولا اذرز. اللاترال فيو نفس الكلام ستيل كونفكس مارجن وستيل مش فاصلينها من الشيست وول، يبقى انا بتكلم على اكسترا بالمونري ليجن تاني. طيب لو رجعنا تاني هنا العين دوت، بما ان هي اكسترا بالمونري لازم نشوف الريليشن ليها للريبس اللي حواليه، هل نقدر نجيب ريليشن ولا ما نجيبش؟ هنا دايما نبص على التو سايدز عشان نقدر نقارن ريب، صعبه جدا لما بنحب نقارنها. يعني هنا في ريب وادي في ريب هنا، فين هنا الريب دي؟ ادي هنا في ريب وهنا فوق في الوسط في حاجه مثل انا اجيبه بعد كده ماجنيفايد فيو. هنا دي اكسر بالمونري ادي السي تي. السي تي قنبله هنا هي طالعه من الريب، هي عاطيه التكشر بتاعتها زي الفات فيها انترنال سيبتيشنز كتيره دنس. شاف الريب عامله ازاي زي الصوابع طالعه كده، ده رياكشن. فدي ريب ليجن بنانا مالجننت، دي غالبا بناين ناولد ماركتد قوي والتكشر بتاعتها دي بتاعت كارتليج. ودي طلعت في الاخر خالص على فكره بيسموها نون تاتش ليجن، ما تجيش ناحيتها لان هي ايه جاست فولو اب. فدي بتبقى كوندروما بتبقى موست كومالي تيجي من الفلات بونز وخاصه الريبس. والكلو بتاعنا ان دي قدرنا نقدر نشوف الريب في البوست انتيريور فيو. دلوقتي احنا عندنا كمان بقى الاكس راي بقت كمبيوترايزد، تقدر تخش على الشاشه ونكون نعمل تكبير ونشوفهم غير لما كنا بنصور مره واحده خلاص. فده اكزوست دايما الاكس راي عشان نوصل لدياجنوزز. ادي الريب اللي هي ميسنج هنا في الوسط دي شويه متاكله، وهنا في واحده ميسنج تماثلها دي تمام. فكده دي اوريدي فعلا طالعه من وان ريب من الابر ريبس. النهايه بقى تيك هوم مسج ان احنا شست ايمجنج ماست بي انتربريتد سيستماتيكلي، الكلام اللي اتعلمناه زمان. بص على اللانج فيلز اخر حاجه، خدهم كده حافظهم من بره لجوه، شست وور ريبس بلورا وبعد كده هايلم ميداستاينم هارت كاردياك بوردرز دايفرام تحت الدايفرام ورا الهارت، نبص عليهم كده
وتيك تايم تو لوك فور. لو احنا شفنا ابنورماليتي ما نجريش على ابنورماليتي نمسك فيها ونسيب بقيه ماسكين في الحته اللي في اللانج مش عارفين ايه هي وسايبين الباقي. دايما دي ممكن تحسم الديسيجن ان احنا نقول ان في انظر شيت فايندنج هي اللي قالت ان ده العين عنده ايه. عايز اقول لكم برين اكسريشست ستيل ده ستاندرد وجولد ستاندرد بيز لاين فور تشيست اكزاميشن. دونت مس الاكسريشست. على فكره بره اللي هم عندهم الامكانيات ادينا عشرات المرات ما زالوا بيحتفظوا. يمكن انا خدت فكره المحاضره دي من محاضره في اي اس ار المؤتمر الاوروبي كان كل الدسكشن على البرين اكس راي وبعدين نبقى ندعمها بالايه بالسي تي. فلازم قبل وده مهم ليه بقى لان احنا الشيست اكس راي مش بس هي جايد ان احنا التشخيص هي جايد التشويس اوف ذا انفستيجيشن. بعد حضرتك ما تبعت لي سي تي شيست وذات كونتراست ويطلع فيه ماس ونجيب العين تاني ونديله كونتراست. انا بالاول من الشيست اكس راي شايفين حاجات تخلينا نقول احنا عايزين ندي كونتراست في المبسطات عشان ناخد العين وان ستيب في الدياجنوزس. وانا عشان انا في السي تي ابص على الريبس انا ممكن في السي تي شيست ما ابصش على الريبس. يعني ان راكز الفيو صعب جدا وممكن انا ما اوصلش ان انا فلو انا شايف حاجه يبقى انا اعمل بوم ويندو ابص على السباين وابص على الريبس. يبقى انا الشيست اكس راي جايدنج في ذا مور ادفانسد ايمجنج عشان استفيد منه بدل ما انا ارجع العين تاني. الدسكشن بقى بين ذا كلينيشن اند ذا راديولوجيست از مانداتوري. يعني احنا ده مهم جدا يبقى في كومن لانجوج. مهم جدا ان الكلينيشن يشاركني معاه يقول لي هو عايز ايه خاصه في الحالات اللي هي المسليدنج. وده نصيحه لكل الشباب الصغيرين هو بيجيب ورقه من اي حته صغيره كده تبقى عليها سي تي شيست وزود اني اذر وورد ماله العيان ده ماله يعني في ايه يعني عايز منه ايه. فبيديني اي داتا صغيره مش عشان خاطر ان انا تساعدني ان انا اشخص هو مش امتحان انت عشان انا اختار لك التكنيك المناسب. السي دي دلوقتي بيتلعب بيه كل الالعاب. انا ممكن ابص على انجيو ابص على الاورطة المشكله في حاجه تاني يطلع بالسكشن. يبقى انا اقدر اسلكت الايه التكنيك وان انا ما اكلفش العيان بفحص مكلف جدا عشان ما اكلفش العيان فلوس تاني. يبقى انا ببقى فيرست ستيب انا داخل عارف انا اعمل ايه. فبليز لازم يكون في شورت. انا مش لازم انا كل التفاصيل الكلينيكال شورت قيسي كده عن البيشنت والاريا اوف انترست بتاعتنا. ولو عامل العيان شيست اكس راي ادوها ليه قولوا له اديها للي يعمل لك الاشعه. ما تجيبيش العيان بلايند فور سي تي شيست وزود اكس راي. لازم يكون مع الاكس راي. انا بضطر اخد العيان اعمل له اكس راي عشان انا اعرف انا بدور على ايه في البيشنت ده. شكرا جزيلا على الدعوه الكريمه. ثانك يو فيري ماتش.